الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا رحمة الله الواسعة. ويا باب نجاة الأمة، فاز من اعتصم بحبلكم وأمنا من لجأ إليه. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى حزنا طي السجيل. فؤاد يا تحمر بعد بيضاضها، بعد رزايا تترك الدم داميا، ستنسى الكرى كأن جفونا. حسين حلفنا بمن تنعى ألا تلاقيا يا 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 وتعطي الدموع المستهلات حقها. محاجر تبكي بالغداء يا يامات،
مما يزيل القلب عن مستقره يا فرج الله، ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغير. شنو هي؟ للحشر واريا قال السيد وقوف بنات الوحي عند طليقها. وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعادي. حرب تقاضت كدينها إلى أن أساءت في بني التقاضي. عاد قل له يا حيدر يا حيدر قوم سار الضعن للشام، يا حيدر قوم سار الضعن للشام، روس وعائلة ونسوان ويتام ويتام. يا حيدر قوم سار الضعن وابعد وابعد وابعد. تدرب يا سبايا الضعن مد بمن؟ قال حرم بيت النبوة الله ولحد ليل نهار ما منها جفنا. شبين شلون حالهن؟ قال يتامى وفاجدات وروعوا وعن ذيك الجثث قوة خذوها خويا خذوها مايا حتى من بواجيها منعوها خويا منعوها 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 حتى من بواجيها منعوها ولا راعوا ترى النسوة وليتها. بعد بو هاي المصيبة يقول والأعظم يوم وقفوا ثلاث ساعات على باب الحبلد بالفاطميات. عفى والله والي الحرم ما مات يريد القلب يحمل سهم سامي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد عن إمامنا وسيدنا ومولانا أبي الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه في زيارة الجامعة الكبيرة. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. هذه الزيارة جميعكم تقرؤونها وتسمعونها، وفي كثير من الأحيان بعد المجالس تقرأ الزيارة جزء من هذه الزيارة. هذه الزيارة يعتبرها محدثونا وعلماؤنا من الزيارات القوية سنداً واعتباراً، والتي يزار بها كل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك مكتوب في الزيارة لما تقرؤون في منتصفها إذا توقف على أمير المؤمنين تزور تقول وإلى أخيك بعث الروح الأمين، مو وإذا توقف على إمام آخر تقرأ وإلى جدكم
بعث الروح الأمين. هذه الزيارة تحمل بين طياتها مضامين عديدة نتعرض لها إن شاء الله لبعضها وليس لكل المضامين التي في الزيارة. هذه الليلة نأخذ هذا المقطع الذي يذكره إمامنا أبو الحسن الهادي أول ما يبدأ بالزيارة. شو يقول؟ يقول: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. ملاحظين تعبير الإمام المعصوم؟ كلام الإمام إمام الكلام. الكلمة التي يقولها الإمام ليست الكلمة التي نقولها نحن، وليست الكلمة التي يقولها الكاتب والباحث والعالم والمؤلف والمحقق، لا. الكلمة التي يقولها الإمام يهدف بها إلى معنى معين. شوف شنو قال؟ قال: يا أهل بيت النبوة، بخلاف ما قال يا أهل بيت النبي. أكو فرق بين أن يكون الإنسان من أهل بيت النبي وبين أن يكون الإنسان منين؟ من أهل بيت النبوة. يعني شنو معنى الكلام؟ يعني الإمام صلوات الله عليه جاي يقول كل من هو من أهل بيت النبوة من أهل بيت النبي، لكنه ليس كل من هو من أهل بيت النبي منين؟ من أهل بيت النبوة. يعني شنو؟ يعني الإمام جاي يعطينا معنى أدق وأعظم وأكبر في الكلمة. يا أهل بيت النبوة، لأنه تلاحظ أنت البعض من أهل بيت النبي، يعني شنو من أهل بيت النبي؟ يعني عنده صلة قرابة مع النبي، يعني أقاربه، عمام النبي، خوال النبي، أقارب النبي، هذول أهل بيته لو من أهل بيته؟ أهل بيته. لكن كثير من الناس ما لهم المقام العالي والدرجة الرفيعة التي جعلت للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ملاحظين؟ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، هذا الطرح حتى موجود وين؟ موجود في القرآن الكريم، آية التطهير تقرؤونها تسمعونها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذول أهل البيت، يا أهل البيت، أهل بيت النبوة لو أهل بيت النبي؟ يقول لا، أهل بيت النبوة. يعني شنو معنى؟ شو يريد يقول الإمام؟ يريد يقول ترى النبوة ما نزلت في فرد. صحيح أن النبي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محمد صلى الله عليه وآله، لكن النبوة نزلت في بيت. النبوة ختمت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، توقفت النبوة لكن انتهت كل القضية. يقول لا، النبوة توقفت، امتداد النبوة شنو؟ الإمامة. هذا البيت، هؤلاء الأشخاص اللي ذكروا في الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا هم ذول أهل بيت النبي لو أهل بيت منه؟ النبوة. يقول لا، أهل بيت النبوة. زين، واضح القضية، سبب نزول الآية معروف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان تحت الكساء، هو وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وأخذ النبي بطرف الكساء وأومأ بيده إلى السماء. شنو قال؟ قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. ونزلت الآية: لكن أنا أسألك بالله، زوجتك من أهل بيتك لو مو من أهل بيتك؟ ها؟ من أهل بيتك مو؟ أم سلمة شو يصير للنبي؟ من أهل بيته لو مو من أهل بيته؟ أم سلمة كانت واقفة قالت: يا رسول الله أدخل معكم. إيش قالها النبي؟ قالها: لا يا أم سلمة، تنحي وإنك لعلى خير. ها، يعني شنو معنى؟ معنى الموضوع مو موضوع قرابة، مو هذا زوجتي وبنت عمي وأخوي وابن عمي وابن خالي، لا، القضية مو كذلك. القضية قضية تنصيب من السماء، الله سبحانه وتعالى جعلهم أئمة وقادة على الخير. اللي قال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، لذلك يحصل لبس عند بعض طبقة من المسلمين لما تقرأ هذه الآية، لأن الآية وين اجت؟ اجت في تسلسل آيات تتحدث عن نساء النبي بيا صورة،
سورة الأحزاب. والبعض قال إن هذه الآية تشمل كل أهل بيت رسول الله. شلون كل أهل بيت رسول الله؟ قالوا يعني كل من له صلة بالنبي من أهل بيته مشمول بهذه الآية. زين إذا كان كل من له صلة بالنبي ليش النبي ما دخل أم سلمة معه؟ القرآن مو يقول له إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ مو كل أقارب النبي مشمولين لو مو مشمولين؟ زين ليش خرجت أم سلمة؟ ليش ما دخلها النبي معهم تحت الكساء؟ ها إذا القضية تختلف. بعض يتساءل يقول لعد إذا كانت القضية بهالصورة لماذا جاءت هذه الآية في وسط هذه الآيات؟ مو يعني الاستدلال عند البعض هو السياق القرآني، والسياق القرآني له شروط. من شروط وحدة السياق وحدة الموضوع والأسلوب، فإذا اختلف الأسلوب والموضوع اختلف شنو؟ انتفى السياق القرآني، ما يصح تستدل بالسياق القرآني. لذلك شوف الآيات تتكلم بيا نون، نون النسوة ضمير مخاطب مؤنث، الآية آية التطهير بيا ضمير، ضمير مخاطب مذكر. بعض علمائنا يوجهون ليش جاءت هذه الآية، يقولون لحكمة هسفت سبب رئيسي ما ممكن ينطون، ما عندنا احنا سبب رئيسي. ليش اجت هاي الآية بوسط هاي الآيات؟ ما عندنا سبب رئيسي وحقيقي. اللي يقول لك عندنا السبب الرئيس فلان قل له لا مو صحيح، هذا مو السبب الرئيسي. لحكمة إلهية، الحكمة الإلهية اقتضت أن تأتي هذه الآية وين؟ بوسط. لكن بعض المفسرين يوجهونها شو يقولون؟ يقولون لأن هذه الآية لو جاءت صريحة ومستقلة لأسقطت وحرفت من القرآن، انمسحت تنمسح. مثل ما البعض يسأل يقولون هاي الآية إذا تقولون نازلة في علي بن أبي طالب ليش ما ذكر اسمه؟ ها؟ ليش ما يذكر اسمه؟ مو هاي لو جاية باسم أمير المؤمنين مسحت؟ لو ما نمسحت مسحت، تاريخ كله المسح يا عمي، مو قرآن، تاريخ كله ما هو. تروح شيخ القرشي رحمه الله، راحوا له بعض الخطباء ورجال الدين، أكو تدري هو رجل باحث ومحقق شيخ باقر شريف القرشي، سألوه عن بعض المسائل، قال له أكو فد قضايا يعني ما جاي نلقالها مثلا في تاريخ الحسين، في قضية الحسين بالكوفة، قضية مسلم، قضية المختار، هو أكو قضايا غامضة. مو؟ قال لهم لأن الكثير من التاريخ محي. يعني شنو؟ يعني هذا التاريخ اللي واصل لنا ما كتبته أيدي أتباع أهل البيت، وإنما كتب بأيدي السياسة الأموية والعباسية. غالبية التاريخ شبيه انمسح راح اندثر. كتب مؤلفات مؤرخات بأولها شبيها انمسحت راحت محيت مو موجودة. لذلك نفس القضية لو جاءت الآيات صريحة، لكن أنا أقول لك تعال مو كل شيء مذكور في القرآن بالصريح. هسه إذا أريد أقول لك تعال يا عمي طلع لي صلاة الصبح بالقرآن وين هي؟ ركعتين وين يقول بالقرآن صلاة الصبح ركعتين؟ هذا الفقه اللي تؤمن به أنت، فقه العبادات وفقه المعاملات اللي جاي نتعامل به. إحنا مو عندنا فقه، لو ما عندنا عندنا فقه، وعندنا فقه عند العامة والخاصة، سنة وشيعة كل المسلمين عندهم شنو؟ عندهم شيء اسمه الفقه. هذا الفقه وين موجود؟ طلع إياه بالقرآن. أقول لك تعال عمي جيب هذا الفقه طلع لي مسألة مسألة طلع إياه من القرآن تلقاه؟ ما راح تلقاه. ليش؟ لأن إحنا موكولين، واجب علينا، واجب شرعي أن نرجع علما نفهم ديننا وفقهنا وعقيدتنا، ناخذ ديننا من القرآن الكريم. ارجع إلى النبي صلى الله عليه وآله ترجع أنت، إحنا مو كل شيء نفهم القرآن. لذلك النبي شنو قال؟ قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. ليش قال كتاب الله وعترتي؟ لأن إحنا بروحنا ويا القرآن ما نعرف نسوي شيء، ما نعرف ناخذ ديننا وعقيدتنا وفقهنا منين؟ من القرآن. يعني إحنا إذن إحنا موكولين لمن؟ إلى أن نذهب إلى من هو عدل القرآن وترجمان القرآن اللي هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ناخذ من عندهم شنو؟ ناخذ من عندهم ديننا، ناخذ من عندهم عقيدتنا.
لذلك يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. شوف في القرآن الكريم أكفت إشارة رائعة في آية الاصطفاء، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا. أول شنو قال؟ آدم ونوح. آدم ونوح شنو؟ أفراد. لكن اختلفت تالي الآية، قال وآل إبراهيم وآل عمران، يعني اصطفى آدم واصطفى نوح واصطفى آل إبراهيم واصطفى منو؟ آل عمران. الاصطفاء انتقل من مستوى الاصطفاء الفردي إلى وين؟ إلى المستوى الاصطفاء الجماعي. هذا شنو يعني؟ يعني أننا نؤمن بالنظرية الوراثية في الإمامة. هل الإمامة وراثة؟ يقول لا، الوراثة شيء والاصطفاء شيء آخر. الآية ما تكلمت عن الوراثة، الآية تكلمت عن من؟ عن الاصطفاء. الله تعالى اصطفى آدم واصطفى نوحا وبعد آدم ونوحا ثم وآل إبراهيم وآل عمران، يعني القضية شنو؟ قضية اصطفاء وانتخاب وانتجاب من الله سبحانه وتعالى لطبقة من البشر جعلهم قادة الأمم، وليس الأمة بل قادة الأمم. ليلة من الليالي نشرحهم هذه الكلمة قادة الأمم. ليش قادة الأمم؟ شنو معنى قادة الأمم؟ هل اصطفاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مو إلهم فقط بل يتعدى سواحل؟ يقول شنو يعني مو إلهم؟ اصطفاء لأهل البيت معروف، الغيرهم شلون؟ أنا أقول لك شلون الغير. علي بن عاصم الأعمى، هذه ترى هذه الناس الطبقة من المجتمع اللي تقيم مجالس وشعائر وذكر أهل البيت، هذا مو اعتباطا يعني مو فد شيء عابر، لا، وإنما هو بسبب الانتجاب والاصطفاء. الله سبحانه وتعالى اصطفى هذه الطبقة من الناس. أنا أروي لك هذه الرواية، روايتين أرويها لك حتى تعرف أن الاصطفاء لأهل البيت ولمن يتبعهم. علي بن عاصم الأعمى صاحب الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، أعمى يمشي على عصا، يقول يوم من الأيام دخلت على الإمام العسكري وجلست عنده، سلمت عليه وقعدت، يقول قال لي يا ابن عاصم إنك على بساط جلس عليه جمع كثير من الأنبياء والأوصياء، هذا البساط اللي انت قاعد عليه كل الأنبياء والأئمة قعدوا على هذا البساط. يقول أنا قلت في قريرة نفسي في ضميري ليتني أرى ذلك البساط وأقبله، لكن أنا شو أسوي بعد الطريق؟ قال لي ادنوا مني. يقول الإمام علم ما في ضميري بمقتضى إطلالة الإمام على الغيب، علم ما في ضميري، قال ادنوا مني يا ابن عاصم. يقول اقتربت من الإمام فمسح على وجهي فصرت بصيرا. يعني ظلت أشوف، يقول شفت البصار، يقول لا مو بس هاي، سامعين أنتوا؟ الله سبحانه وتعالى منح أهل البيت ولاية تشريعية، ولاية شنو؟ تكوينية. بمقتضى الولاية التكوينية مسح الإمام على وجهه فتح. لا، ليس ذلك فقط، بل كشف له الغطاء. أنت الآن تقدر تقول لي الباحة من كان قاعد بهالمكان هذا؟ هذه 10 أيام قرأتم مجالس، مو طلع لي هنا قل لي هذا أثر قدم فلان وهذا أثر جلسة فلان، ما تقدر، ماكو أثر. لكن الإمام المعصوم يرى، لو ما يرى الإمام المعصوم يرى، ليس هو فقط يرى بل يكشف لمن يريد أن يكشف له الغطاء. يقول فكشف لي الغطاء، قال انظر يا ابن عاصم هذه آثار أقدام آدم، وهذا موضع جلوسه، وهذه آثار أقدام نوح وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد وعلي،
يقول كلهم أراني آثار موضع جلوس وآثار أقدام. يقول ثم قال لي اغمض عينيك، فأغمضت عيني فرجعت على ما كنت. يقول هويت على ذلك البساط أقبله. قال لي يا ابن عاصم هذه آثار دين الله، عدماً آثار دين الله كلها عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذه آثار دين الله، أما وأن الشاك فيها كالشاك بالله. هاي آثار دين الله الموجودة عند أهل البيت، الذي يشك بها والذي يشك بهم فقد شك بمن؟ فقد شك بالله تبارك وتعالى. يقول أنا قاعد قبلت، قلت له سيدي يا ابن رسول الله أنا رجل عاجز عن نصرتكم. تدري بي شوف حالي أنت، ما أقوى، أنا رجل ضرير أكض عصاي وأمشي، لكن أنا ما أملك غير أمر واحد، أني أواليكم وألعن أعداءكم في الخلاء. يعني أنا لما أصير بروحي خلوة ما عندي شيء، ما أقدر أسوي شيء. يقول ألعن أعداءكم. قال له ايش تتصور يا ابن عاصم هذا الفعل هين سهيل؟ لا لا، هذا عقيدتك تقوم على هذا الفعل. قال يا ابن عاصم حدثني أبي عن رسول الله. شنو يقول النبي؟ يقول من عجز عن نصرتنا ولعن أعداءنا في خلواته بلغ صوته إلى ملائكة السماوات. زين شو يصير؟ يقول فيستغفرون له ملائكة السماء ويحسنون الثناء عليه ويدعون له اللهم صل على روح عبدك فلان فإنه قد بذل نصرة أوليائه جهده، ولو كان يقدر على أكثر من ذلك لفعل. عجيب، بذل جهده في نصرة أوليائه ولو كان يقدر على أكثر من ذلك لفعل. مو يقول فيأتي النداء من السماء من الله تبارك وتعالى، يا ملائكتي إني قد استجبت دعاءكم في عبدي فلان وصليت على روحه مع أرواح الأبرار وجعلته من المصطفين الأخيار. لذلك من الميزات التي نتميز نحن بها في مدرسة أهل البيت عاملين، دينك عقيدتك يقوم على عاملين، العامل الأول عامل الولاء والعامل الثاني عامل البراء. فالإنسان اللي يكون ما عنده عام هذين العاملين شبيه، نقول له أكو نقص خلل في عقيدتك، لأن عقيدة المؤمن تكون على أعلان الولاء لأهل البيت والبراء من أعدائهم. لازم أن وإلا ما يصير، أنت يصير واحد لا يجتمع الجبت والطاغوت وعبادة الله في محل واحد، ما يصير واحد يطوف حول الكعبة ويعبد لصنم، ما يصلح. يا إما أنت تعبد الكعبة وتلعن الصنم، وإما أنك تعبد الصنم وتترك الكعبة. أما واحد يقول لا أنا حاط الكعبة والصنم ماكو فرق كله واحد نعبدهم، ما يصير، مو صحيح هذا الكلام، مو مقبول عقلا. فلا بد أنك إذا واليت أهل البيت أن ماذا؟ أن تتبرأ من أعدائك، ممن قتلهم، ممن ظلمهم، ممن اضطهدهم. لذلك يقول علي بن الفضل يقول كنت أدخل أتردد أختلف على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، دائما أدخل يمه. يقول يوم من الأيام قاعد وإذا بالمفضل ابن عمر، المفضل ابن عمر من خلص أصحاب الإمام الصادق، والمفضل ابن عمر عنده كتاب اسمه توحيد المفضل، فكتاب معتبر حتى في الأوساط العلمية والأوساط الحوزوية يستندون إلى كثير من الروايات، إلى عامة الروايات اللي ينقلها منه المفضل ابن عمر. أنت راح تعرف قدر هذا الرجل لما تعرف أن الإمام المعصوم شو قل له الإمام؟ يقول له يا مفضل إني أحبك وأحب من يحبك.
شايف أنت إذا إمام معصوم يقول لك أنا أحبك، مو بس أحبك وأحب كل من يحبك. يقول قلت سيدي المفضل صاحب خلق، قال معذرة سيدي لقد جعلتني في منزلة هي أعلى من منزلتي. أنا مو منزلتي هاي. قال لا يا مفضل، بل جعلتك في المنزلة التي جعلك الله بها. في المنزلة التي جعلني الله بها، شلون سيدي شلون بالمنزلة التي جعلني؟ قال يا مفضل لو علم شيعتنا ما تعلمه أنت ما اختلف اثنان. اثنين ما يختلفون إذا يعرفون شيعتنا اللي المعرفة اللي عندنا. لكن شو تسوي؟ الناس عاجز عن هاي المعرفة، كل إنسان بحسب طاقته وإمكانه. شلون سيدي في المنزلة؟ قال يا مفضل لو جهد أهل الأرض بأجمعهم على أن يزيدوا رجلا في شيعتنا ما تمكن. رجل واحد واحد إذا أريد يزيدون أهل الدنيا كلهم ما يزيدون واحد للشيعة. ولو جهد أهل الأرض بأجمعهم على أن ينقصوا رجلا من شيعتنا ما استطاعوا. واحد من شيعتنا ينقصون، شلون سيدي؟ قال لا يقدرون يزيدون واحد ولا يقدرون يقلون واحد. عجيب. أما أنهم مسجلون عندنا بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم وأنسابهم عجيب. قال لا، شوف الإمام شو يقول حتى تعرف أنه أنا قاعد أقرع الحسين وأقيم مجلس الحسين وأروح للزيارة ونسوي الثواب ونعظم الشعر. ترى هذا مو في الشيء يعني عبالك عابر سهل. لا، تدري شو يقول الإمام؟ يقول له يا مفضل إن الله تبارك وتعالى صنعنا برحمته وخلقنا بعظمته. وبس قال لا، وخلق أرواحكم منا. عجيب. يعني شنو أرواحنا؟ منين احنا؟ وخلق أرواحكم منا فأنتم تحنون إلينا ونحن نحن ونحن نحن إليكم. يقول ثم دعا بصحيفة كبيرة نشرها الإمام. يقول قال انظر يا انظر يا مفضل. يقول قلت سيدي شنظر هاي ورقة بيضاء؟ قال لا مو بيضاء. مسح عليها فكشف لي الغطاء، شفت مكتوب بها أنساب وأسماء وقبائل وعشائر. يقول حط أصبعه في أسفل الصحيفة قال اقرأ من هذا؟ قال سيدي. يقول فرأيت اسمي واسم أبي وأمي ونسبي وعشيرتي. لذلك يقول مولاكم الصادق صلوات الله وسلامه عليه شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. لكن في موضع آخر مؤلم حديث الإمام يقول أفراحنا أحزاننا أهل البيت. ليش سيدي؟ قال وهل ترك العاشور لنا من عيد؟ يوم عاشر هم خلانا عيد يدخل إلى بيوتنا. تدري هاي الأيام كان أهل البيت الإمام المعصوم محرم صفر إذا مر عليه كانت أيام حزن وبكاء. لذلك نحن نتأسى بهم، هم قدوة وأسوة لنا. يقول الإمام المعصوم لا يرى ضاحكا لا يرى مبتسما. الله أكبر. إيه والله، لأن الفاجعة عظيمة يا مؤمنين. تدري بمثل هاي الأيام اللي فاتت علينا طلعوا سبايا آل رسول الله على نياق هزل. وين مودينهم؟ جايبينهم للكوفة. أبو مخنف يروي في كتابه وجل من المؤرخين والمحدثين عن بعضهم يقول دخلت إلى الكوفة يوما الذي أدخل سبايا الحسين إلى الكوفة. يقول بنفس السنة التي قتل بها الحسين صلوات الله وسلامه عليه.
يقول فرأيت الأسواق معطلة والدكاكين مقفلة، ورأيت أهل الكوفة بين باك وضاحك ولاطم. لكن يقول لفت نظري موقف، شنو شفت يا شيخ؟ يقول نظرت إلى نساء الكوفة وقد شققن جيوبهم ويلطمن على رؤوسنا ناشرات الشعوب، وبالعوين صائحات. يقول أريد أسأل لي واحد ماكو شفت شيخ كبير. أقبلت إلى ذلك الشيخ، قلت يا شيخ ما لأهل الكوفة بين ضاحك وباكين. يقول هذا الشيخ ضرير ما يشوف، قال لي خذني اعدل بي عن الطريق، خذني جانبا. يقول مسكت من ايده جبت الى جانب الطريق، فاجهش بالبكاء ولطم على وجه، قال اما الضاحك فلظفر ابن زياد، واما الباكي فلقتل الحسين ابن فاطمة. قلت له ما الذي جرى؟ قال لقد أدخلوا رأس الحسين وسبايا لرسول الله إلى الكوفة. يقول بينما الشيخ يكلمني وإذا بالأبواق تصرخ والطبول تقرع، وإذا برأس الحسين قد طلع علينا على رأس رمح طويل وشيبته تميل يمينا وشمالا حيثما الهوى. يقول بينما أنا كذلك وإذا بإمامكم زين العابدين على ناقة نزيلة مكمل بالسلاسل والأغلال على ظهر الناقة. يقول مو هذا بعد لفت نظري، نظرت إلى جارية جليلة، يقول امرأة جليلة القدر، قلت شنو هالجارية؟ على بعير بغير غطاء ولا وطاء، قيل لي هذه زينب ابنة أمير المؤمنين. الله أكبر. أهل الكوفة تدري شو يقولون؟ يقولون جاورنا علي بن أبي طالب 7 سنوات ما سمعنا لزينب صوتا ولا رأينا لها شخصا، وإذا بزينب أدخلوها مسبية على بعير ضالع بغير وطا ولا غطا. يقول أهل الكوفة ينظرون يتفرجون على زينب والإمام زين العابدين والنساء والأطفال، تقول شمال الناس تتفرج علينا. هنا أنا زينب اختنقت بعبرتها، الموقف صعب يا جماعة يا مؤمنين، تقول شمال الناس تتفرج علي أنا، عمت عين لي صد بالعين لي أنا، يغسل قال لن غايب ولينا ولينا، وراس على الرمح لي أنا يتفك. انت المعزى يا فرج الله. يا يقول نساء اطفال 3 ايام بلا شراب ولا طعام، نساء الكوفة من السطوح يتفرجون على آل رسول الله. يقول واذا بامرأة من نساء الكوفة نزلت جايبة وياها مقانع وخراق من القماش الى زينب والنساء حتى يتسترن بها عن النظر الغرباء. يقول بعد النساء الأطفال الصغار، يقول أقبلوا يحملون الخبز والتمر إلى سبايا الحسين. النساء الأطفال جابوا لهم خبز وماي وتمر، أقبلت مولاتنا زينب أخذت الطعام رمت به، قالت يا أهل الكوف نحن آل رسول الله، صدق علينا حرام. هاي الكوفة كانت عايشة ببركة أبوي علي، تتصدق الوادم علي أنا علي، والله تتصدق الوادم علي أنا علي أنا، وعطايا الخلق كلها من دين.
ما خاب ظن اللي يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا. قالت يا أهل الكوفة أما تغضون أبصاركم عنا فنحن آل رسول الله. بعد ما انتهت المصيبة وين جابوهم؟ جابوهم دخلوهم في خربة إلى جانب قصر الإمارة. لكن تدري أنت أكو نساء سبيات أرامل مع الزينب سلام الله عليها. البعض قبائلهن وين؟ بالكوفة، بني أسد غير بني أسد. بين حين وآخر تجي قبيلة توقف ينادون فلانة اطلع يا أبويا اجا وهلج عليك. يقول طلعوا النساء الأطفال اللي أهلهم وعشائرهم قبائلهم بالكوفة، زينب قاعدة محد ينادي باسم. أكو وحدة من نساء الكوفة قاعدة بصف زينب مسبية ويا زينب، أطرقت برأسها إلى الأرض، إجوا قبيلتها نادوا فلانة أبويا طلعي. ما تقدر تقوم تترك زينب وتمشي، فلانة وينك اطلعي؟ ما طلعت. قالوا فلانة تطلعين لو نجي نجرت بين النساء. يقول دارت عليها زينب قالت أخي قومي واخرجي حتى لا تحرجين أمام الناس. لا يهنوك، لا تتعرضي للإهانة. قالت سيدتي زينب شلون أطلع من السبي وانتي بنت رسول الله تبقين مسبية؟ هنا زينب اختنقت بعبرتها صاحت خويا الغريب الذي ويانا سبوها للكوفة لما نوصلوا. الله أكبر. فزعوا عشاير أولفوها أولفوها من السبي والذل خذوها. لكن وينك يا قبر العشيرة؟ أنا العشيرة تجفوها تنخيهم ولا يسمعون. تقول ميالي ميالي أنا عدي أهلي وأهلي. الله أكبر، ما حد جاوبك يا زينب. تقول ميالي ميالي وحملي ثجيل من يعدل ميولي من قال العدى ياله ميالي شلون الجت وبقت زينب بقت هاي مختزلتها زينب بذاكرتها. مصائب الكوفة زينب ما نستها، لذلك لما رجعت للحسين شو تقول له؟ تخبره تقول له اخويا ترى ما تنوصف يا حسين حالة طبة الكوفة. علي مقيود بغلالة وانا بحبل مجتوفة وسط مجلس وانا زينب وبالشمات محفوف. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. إلهنا إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، لا تخرجنا من مجلسنا هذا إلا بقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وغفران ذنوبنا وقبول أعمالنا. عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. إلى أماتنا وأماتكم السامعين المؤسسين أموات شيعة أمير المؤمنين، من ليس لهم ذاكر رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.